في أخبار الاقتصاد، قال وزير المالية إبراهيم البدوي أن الحكومة تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، وأشار إلى أنها ستدشن إصلاحات اقتصادية وشيكة. وقال البدوي في تصريحات صحفية لرويترز أن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، ولكن نحو 65% من السكان يعانون الفقر. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى تمويل تنموي تصل قيمته إلى ملياري دولار. عقدت اللجنة التحضيرية لورشة تحديد مقومات تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية بولاية شمال كردفان الاجتماع الأول لها برئاسة الأمين العام لحكومة شمال كردفان عبد الهادي عبد الله، حيث ضم الاجتماع الشركاء ومدراء البنوك وممثلي القطاعات الحيوية المنتجة. واستعرض الأمين العام للحكومة عبد الهادي عبد الله مهام واختصاصات اللجنة وتحديد الأوراق التي ستقدم في الورشة، وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت كمبادرة لمجموعة من صحفي الولاية، وذلك من أجل الاستفادة من خصائص الولاية وما تتميز به من مقومات كبيرة خاصة في القطاع الزراعي. تواصل الشركة السودانية للهاتف السيار زين مشروعاتها الرامية إلى الاهتمام بالمرأة اتساقا مع خططها في المسؤولية المجتمعية. ونفذت شركة زين بالتعاون مع مجموعات المبادرة النسائية حملة أكتوبر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وجدت الحملة استجابة واسعة من القطاعات المهتمة بالعمل التوعوي والنسوي خاصة. وضمن هذا الإطار أيضا قامت زين بتأسيس مركز متكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، والذي يعد إضافة جديدة للمجهودات الرامية إلى محاربة المرض، وهو هدية من زين إلى نساء السودان. ظلت الشركة السودانية للهاتف السيار زين عبر مسيرتها الممتدة منذ العام 2011 تقدم العديد من المبادرات في مجال مكافحة مرض سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر من كل عام. وفي إطار خططها لاستدامة الفائدة، تعمل زين حاليا على وضع اللبنات الختامية لافتتاح مركز زين المتكامل لاكتشاف مرض سرطان الثدي وعنق الرحم، والذي يقدم خدماته الصحية بصورة مجانية للجمهور، حيث يحتوي المركز على أجهزة الماموجرام والموجات الصوتية وأجهزة الكشف عن عنق الرحم، بالإضافة لمعامل متخصصة في الصيدلة وعدد من العيادات الطبية. يهدف المركز إلى تقليل نسبة الإصابة بسرطان الثدي، والذي تفاقمت إعداده وسط النساء، حيث بلغت نسبة الإصابة بالمرض 29% من جملة أنواع السرطانات الأخرى بالبلاد. ويسعى المركز إلى اكتشاف أمراض الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر وتدريب الكوادر الطبية على اكتشاف المرض وتعليم النساء بكيفية الكشف الذاتي لاكتشاف السرطان، وذلك بالتعاون مع مجموعة المبادرات النسوية التي تواصلت شراكتها هذا العام مع شركة زين تحت شعار أكشف بدري تسلم تنجي. برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشراكة مع زين، دي حملاتنا في شهر أكتوبر العام العالمي، دي الحملة الخامسة في منطقة الزيداب والحملة الخامسة قبل الأخيرة. تضمنت منطقة الزيداب 5 حملات ولنشر الوعي لدى النساء من خلال شهر أكتوبر الوردي لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة سرطان الثدي والقيام بدور إرشادي لدى المجتمعات المحلية المختلفة والاهتمام بصحة المرأة السودانية، وذلك من خلال أنشطة عديدة نظمت في هذا المضمار. كانت منها فعالية جماهيرية كبرى بمدينة بور سودان بالكورنيش بالتضامن مع جمعية قلوب رحيمة لعلاج مرضى السرطان في الأسبوع الأخير من أكتوبر، اشتملت على عروض مسرحية ومسابقات توعوية عن طرق الكشف المبكر والعلاج من سرطان الثدي، وشهدت الفعالية تجاوبا كبيرا من الحضور. شوف العطش والفحص المبكر حاجة مهمة جدا بالمناسبة، عشان المرض ذاته ما يستفحل الذنب نبيا يستشعر الحاجة دي. وفي مناطق أخرى بولاية الخرطوم تنوعت بقية أنشطة شهر أكتوبر الوردي ما بين محاضرات توعوية وتثقيفية بجانب استخدام وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية لبث النصائح والأفلام الإرشادية. بالإضافة لذلك، أشرفت زين ومجموعة المبادرات النسائية على تدريب 65 قابلة بالخرطوم بحري وتنظيم ندوات توعوية
وحملات للكشف المجاني في كل من قرى واوسي والدب صالح وسيرو بالريف الشمالي. واختتمت زين فعاليات أكتوبر الوردي بورشة كبرى بالشراكة بين زين والمجلس القومي للتخصصات الطبية. استهدفت الورشة تدريب 200 طبيب على عدد من التقنيات الحديثة المستخدمة في علاج المرض وكيفية الوقاية والتوعية اللازمة بمخاطره.